السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك ممكن أسأل حضرتك في حاجة؟ ممكن، تفضلي إن شاء الله. حضرتك أنا زوجي، إحنا شغالين برا مصر، زوجي شغال في شركة استثمار، والشركة دي طبعا شغالة في البنوك، وشغالة يعني هم بنوا بنك، يعني الشركة دي بنت بنك، والشركة دي برضك شغالة في السينما، وجوزي أنا وجوزي مش مستريحين، أنا وعيالي على طول تعبانين، علينا ديون رهنة. عفوا، سؤال بس محدد، سؤال محدد، ماذا يعمل زوجك؟ بيعمل المدير المالي للشركة دي، يعني هو اللي بيعمل الأنشطة، يعني هو اللي بيعمل لهم دراسات الجدوى ويقول لهم إن الحاجة دي تنفع إن هم يشتغلوا هيجي منها فلوس كتير أو لأ. هو بيشتغل في الحاجات دي. سؤال بس، خليك صبرة معانا بس، يعني الشركة تبني عمائر وتبني قصور وفلل وبنوك وسينمات، أو متخصصة في السينما والبنوك؟ لا لا، بتعمل كل حاجة، يعني شركة كبيرة بتعمل، بس جزء من شغلها سينمات وجزء من شغلها بنوك ومطاعم، وبتبني مثلا فلل أو حاجات، بس هو المدير المالي اللي هو بيشتغل في كل حاجة، الحاجات دي أي حاجة بتجيب فلوس، أي فوائد للبنك، أي حاجة هو طبعا، وطبعا بيدور لهم على أكتر بنك هيديهم نسبة عائد كبير. إذا كان أغلب عمله الحرام يبتعد، إذا كانت نسبة الأشياء التي يفعلها محرمة قليلة بالنسبة لسائر الأعمال هو مجبر عليها، لا بأس بالاستمرار. شكرا.